السلام عليكم الخوت، ما زلت في مدينة جنيف. أنا ما زلت قرب الماء والخضرة والوجه الحسن، عرائس تختال بعيد الحسن. الناس كتاكل معرصة مصرحة ليا، معرصة الشموش. خذ اليوم خوت هاد الموسيقي، موسيقي ديال الشارع، يعني لو بليزير، وحط ديك الربيعه ديالو اللي داز كيعطيه. دزت انايا راه حطيت لي واحد القسميه، وهاديك المره غتمشي تحط لي واحد القسميه. ونشيط بخير ما كاين لا، وعاونوني الله يعاونكم، ولا الهضره ما كاينش. شوف الناس كي حيوا. يجيو الناس ويعطيو على خاطر مو يجوز. هو عسنا بليزير، ماشي زعما راه عنده باش يعيش، ولكن عنده هاد الموسيقى هادي كيستغلها حتى هي، كيضيف بها اللي لقى من الناس يسترزق حلالا طيبة. علاش لا؟ اللي لقى من شي مورد يزيد منه التغراد، علاش لا؟ هذا ما كان الخط. ايوا تبارك الله، موسيقى حية زوينة. يعني الا عندك صريف راه دوز تحط ليه 1 فرون ولا 2 فرون ولا 50 سنتيم، قليل اللي عندك في جيبك. المهم كل شويه تعاون، قالوا نقلزا افري ليتل هيلبس. هذا ما كان كل شويه تعاون. ايوا خلي لكم على هاد النغمات الجميله وهاد البرك. هما عندهم معيدين، قال لي واحد الراس غاجيب شي ميكا كحله وتكامش على شي وحده وديها معاك في الميكا تاع الدار وذبحو وعيد.
هادشي اللي بان لي انايا دابا. الله خليناكم على خير، نضحكوا معكم شويه والرحيم الله تبارك الله عليكم والبركه راكي يحييكم، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، مع السلامه.